تعرف قيمة مصر جزء أول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوك في الله علي فريد ابن آدم الأمريكاني. أنا جيت من أمريكا وأنا دخلت في دين الإسلام من أول وأنا كنت صغير. دخلت في دين الإسلام وكبرت وجوزت وجبت أولاد وبعد كده هاجرت إلى مصر. فأنا الآن النهاردة عايز أتكلم من قلبي إلى قلوبكم، من قلبي إلى قلوبكم. أنا أحبكم في الله، ده أول حاجة. أنا عايز أنتم فاهمين كويس كويس جدا، أنا أحبكم في الله. أنا أحب مصر والسعودية أكثر من أنا أحب أمريكا. وأنا أقول لك لا، أول حاجة الله سبحانه وتعالى هو خلق كل شيء، فخلق أرض في أمريكا وخلق أرض في مصر، ولكن أي خليني أحب مصر والسعودية أكثر من أمريكا عشان مسلمون، عشان إسلام، فهمني؟ فأنا جيت إلى مصر عشان إسلام، عشان مسلمين، وأحب السعودية، فهمني؟ عشان بلد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقرآن نزل في هناك، ماشي؟ وحي نزل هناك عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام في الزمن ده بدت. طبعا كل أنبياء كان مسلمون وكل كان معهم إسلام، ولكن الإسلام بدأ في بلد العرب من مكة. فأنا أحب مكة وأحب بيت الله الكعبة وأحب مدينة، فهمني؟ وأحب مسلمون. فعشان كده أنا أحب مصر والسعودية أكثر. بالنسبة لي، رأيي أنا، بالنسبة لي السعودية كأنا مخ لجسم، مخ لأمة الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان العلم بدأ من هناك. ومصر لقلب لأمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ وإحنا نعرفون هاجر من مصر، وإحنا نعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم جوز وكان معه ابن تقريبا إبراهيم، مش كذا؟ من امرأة من مصر، قبط، ماريا، صح؟ ففي علاقة بين مصر والسعودية من زمان في تاريخ. فسامحني لو أنا مش فاكر كل حاجة كويس جدا، عربي مكسر، بس حاول خليك معي وتفهم أصدقائي. لو أنت تعرف قيمة مصر، أنت تحب مصر. لو تعرف قيمة مصر هيحافظ عليها. لو تعرف قيمة مصر مش هيسيبها أبدا، وحاول تصلح وتزبط. لو تعرف قيمة مصر، يوسف عليه السلام كان في مصر، وإبراهيم في مصر، فموسى في مصر، وحارون في مصر. فمصر بلد أنبياء. فلو تعرف قيمة مصر وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مصر. فلو تعرف قيمة مصر هيحافظ عليها، هيحبها، ونحاول أصلح ومش هسيبها أبدا. فأنا أحب مصر وأحب السعودية، بلد العرب، بلد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه،
لازم تحب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم جدا، أبو بكر، عمر، عثمان، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، زبير، وهو ضعيفة. لازم إحنا أبو حريرة، لازم إحنا نحبهم، لازم إحنا نحبهم. سبحان الله، فأنا أحبهم، أنا دخلت في دين الإسلام وأنا أحبهم. أنتم أهلي الآن، أهلي من أمريكا أغلبيتهم كفار، فأنا أحبكم أكثر منهم. أخي في الله أقرب إلي من أخي أو هاد من أهلي مش مسلم، فأنا أحبكم في الله، لا أقوى من أن أحبك لهذا دونويا أو شن أهلي أو شن قبيلة. لا، حب في الله أقوى، فأنا أحبكم في الله. فأنا أعرف بعضكم مش مزبوطين، ولكن مش ولا واحد منا مية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إيه، كل بني آدم خطأ وخير خطأين توبون. فبس إحنا عايزين طالب من ربنا استغفار، عمل استغفار وطلب وعمل توبة، ده حياتنا، فهمني؟ فقبل أنت شفت الفيديو ممكن أنت ما كانش كويس، لكن أنبغي واحد دخل في دين الإسلام زي وأحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعايز طبق دين الإسلام صح، أنت عايز نفس هاي، كل نفس ذائقة الموت، أنت حيموت طبعا. أنت تعرف حتى لو إيش، حتى 100 سنة، 150 سنة حتى حيموت بعد كده، فهي واقف قدام ربنا، هيخش في قبر وفي عذاب القبر، وممكن يخش في النار، في نار، في عذاب النار، في عذاب جهنم. ولكن لو في إيمان هيطلع من جهنم وفي نهر حي ودخل في جنة، ويريد احنا نخش الجنة مباشر بغير حساب. فلو انت مسلم وانت مصري، ارجوك زبط نفسك، زبط بالك، حب بالك ويعرف قيمته، فهمني؟ فما ظلمش اخوك بلسانك ولا بايدك، عشان مش مشكلة أخوك هيخد حقه حتى يوم القيامة لو مش في الدنيا، أنت هيكون من المفلس، أعوذ بالله من ذلك. فأنت بتظلم نفسك لو أنت ظلم أخوك في الدنيا بلسانك أو بيدك. ففي يوم القيامة لازم تزبط تصلح في أي حاصل، هو أنت هيخد من ذنوبه أو هو أخذ من حسناتك، واحد من اثنين أو ممكن اثنين هيحصل. لو خلص من كل حسناتك معنى كده أنت خد من ذنوبه وخش النار. فما سمعتش عن شيطان، كلام الشيطان، أو أي أحد بتبع الشيطان يسمع كلام الشيطان، لا لا، عشان بعد أنت هيموت، أنت هتخش الجنة وحياتك هتخلص، هيخلص. فأنت ما قلت أي سمعت كلام شيطان أو سمعت كلام كفار أو سمعت كلام مسلم حتى في خطأ بيقول لك أعمل حاجة حرام أو مكروه مش مزبوط، أنت هيحاسب الله، حاسبك. فما تعملش كذا، تاكل لا تاكل لا تاكل لا، فأنت هيوقف قدام ربنا وحدك، فهمني؟ وهيخش النار في عذاب في الدنيا وفي قبر وفي نار جهنم. فحاول تعرض عن عذاب من الله عشان أخف دركة في جهنم، مخ هيتغلي، انت ما دعش استحمل حتى النار في الدنيا، انت ما دعش استحمل، فتعمل ايه في النار جهنم؟ فتأكد لا، ما سمعش كلام الكفار، ما سمعش كلام الشيطان، ما سمعش كلام المنافقين. وخلي بالك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعمل، كان تعامل عمل معاملة طيب حتى مع منافقين، فشوف معاملة طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعمل
تعرف يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان منافقين، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعمل معاملة طيب معهم. فكر بس عشان هاد منافق الآن هو حيموت منافق؟ لا، مش شرط. ممكن عشان أنت أعمل معاملة طيب معه هسيب معصية وهسيب نفاق ويتوب واستغفار والتوبة ويرجع ويكون أحسن منك أنت. فخلي بالك من كلامك أو أعمالك عشان أنت مش تعرف مين هيعمل دعاء عليك أو ليك. فتعمل أعمل صالح وأعمل طيب، كلام طيب ومعاملة طيب مع كل الناس أنت مش تعرف. أنا فاكر قبل كده أنا معطي دعاء وكان مقبول عند ربنا. واحد كان مش مسلم وكان عنده مكان ببيع خمر وكتير حاجات وحش، فأنا معطي الدعاء وبعد كده الرجل ده مات. سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعطي دعاء لواحد تاني سبحان الله سرق مني حاجات، وانا معطي الدعاء بعد كده انا سمعت ناس مسكوا وقطعت ايده. سبحان الله. فالدعاء الدعاء الدعاء الى ربنا قوي. وخلي بالك عشان الدعاء للمظلوم مقبول عند ربنا. الدعاء في قيام الله، والدعاء في سجود، الدعاء للمسافر، الدعاء للمهاجر، الدعاء سبحان الله في مطر، في كذا حاجات. الدعاء للمسافر مقبول عند ربنا. فخلي بالك من الدعاء. فخلي بالك وانت تقول ايه وانت بتعمل ايه عشان مش تعرف مين هيعمل دعاء عليك عدو عليك. فالحمد لله انا احبكم في الله. فحاول تكون احسن بعد انت شفت هذه الفيديو. حاول تكون احسن من انت كان قبل انت شفت الفيديو. انا اعرف بعض المسلمون ممكن يتفرج على حاجات وحش على الانترنت، فهمني. انا مش فاكر اسمه بالعربي، كان إباحية. بطل عشان انت في عذاب، في عقاب في الدنيا بعد وفي القبر وفي الآخرة. اسم كلام الله، قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وصدق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.